شوف انا غنضحك عليك ملي قلت لي شنو رايي ديالك في اكس 1 ان 1. ف هي ظاهره عابره، اكس 1 ان 1 او بيكن 1 تايوان او مين 1 سين 1، فهذه فقط اشياء ربما كندوخوا بها الشعب وكننسيو بها الهموم ديال الشعب وكنضحكوا على الشعب بهاد الاشياء اللي ولينا اننا كنجريو وراء واحد الحاله نفسيه وكنحاولوا نترجاو منه ونترجاو اننا نصنعوا ابطال ومن ورق باش اننا نقولوا باننا عندنا. فماشي اكس 1 ان 1 اللي غيمثل في المغربي، ماشي بين 1 سين 1 اللي غيمثل الثقافه المغربيه، ماشي تايوان شيكش 1 اللي غتمثل التمثيل في المغرب والسخريه في المغرب. رجاء كفوا وابتعدوا عن هذه التفاهات، وما هي الا ظواهر ربما بحال 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 البرد بحال الشتاء، الى خصها تطيح بالرحمه، ما تطيحش باشياء اللي ربما يضحكوا علينا شعوب اخرى. ربما ماشي بعيد اننا نشوفوا اكس 1 ان 1 او تايوان دير واحد مثلا برنامج اذاعي او كيزرع الثقافه في المغرب او كيوجه وكيسير واحد مثلا واحد طاقم فني او كيدير او ربما كيمثل في التلفزيون. فكل كل كل حاجه عندها الاختصاص ديالها وكل توجه عنده اختصاص ديالو، حتى لما كانش اختصاص كانت الموهبه على الاقل تكون شويه ديال الثقافه ماشي بزاف. فباش نشوفوا مثلا مطاع اللي كيعترف هو رائد من رواد المغرب كيقول انا خرجت من التحضيري، فانا ما صدقش. الا كانت مطاع كيخرج من التحضيري وكيهضر بديك الفصاحه وبهذيك اللغه وتقف راسو براسو وقرا الكتب من الناس المدمنين على القراءه، فقدم لنا هاد الشخص، فما بالك فواحد الشخص اللي ربما لا علاقه له مثلا لا بقرايه ولا هم يحزنون. انا كنامن بواحد الحاجه اللي عندك ما عندكش وكاين حاجه سميتها التخصص. فماشي من الصدفه في المغرب اننا نلقاو واحد الشخص اللي كيدير كل شيء، فكل واحد عنده التخصص ديالو. دابا ماشي غير التخصص، ولا واحد راسه فيه البرد وباغي يوجه الناس ويعطي الناس، ففاقد الشيء لا يعطيه. خص تكون عندك بعدا شي حاجه اللي تعطيها الناس، والناس راه كتفرق. الشعب المغربي راه ماشي حتى لهالدرجه، هو عنده حب التطلع وحب الاكتشاف. ليس اكس 1 ان 1 بانه مثلا هو نموذج فقط، هو ضحيه من ضحايا ديال هذا المجتمع اللي ربما يبحثون عن منقذ او يبحثون عن واحد الشخص لاننا نمثلوا به او يكون واحد الرمز ديال الثقافه المغربيه في هذا، لان المغرب ماشي عاقر من الظواهر وماشي عاقر من الابطال. فكارثه حقيقيه ما يقع حاليا في الثقافه المغربيه وفي الفن المغربي والسخريه المغربيه. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.